صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. لا فيديو بديت كنسجلها البنات من الصباح باش نحاول نبارطاجي معكم كل شيء، لان البنات بزاف قالوا لي كيفاش كتفرقي شغلك ديال الخدمه الهلال الاحمر والخدمه ديال الخياطه والدار ديالك. الوغ البنات انا في الصباح فاش كنكون في الهلال، ان فوا كنلقى شي وقيته اللي خاويه عندي كنقضي فيها شغلاتي، كندفع مثلا العقاد الا غندفع شي عقاد، لو وجدت لي مثلا شي صفه نوجدها باش ندفع على المعلم، الدرس كذلك، وتنشرب قهيوه ديالي كيف كتشوفوا بصحتي وراحتي وبصحتكم نتوما وسمحوا لي، وكناخذ معها شويه ديال الديسير مره ماشي ديما البنات باش ما نكذبش عليكم. انا اكثريه كيف كنقول لكم ديما الحاجه الوحيده اللي كناخذ مع القهيوه ديالتي هي الكاطو، الكاطو مي ماشي دوك لي كاطو اللي تيكونوا زعما مدمين بزاف، ولا كناخذ اما الفقاس اما الكعك اما واحد الصاب اللي كناخذو من الرباط زوين حتى هو ديال اللوز، صاب لي زعما غير نمرمد في اللوز، ما كناخذو حيده ولا جوج ما كناخذش بزاف. وهذا مكان مي كل شيء الفيلم ضاير على هادي، ضاير على القهوه، ضروري خاصني قهوه باش كيرجع ليا راسي. سانتو ملي كنشرب القهوه البنات الله الا كنولي خاصني غير ما نخدم وكنولي نشيطه، راه تيقول لك القهوه هي ادمان والله العظيم الا ولينا مدمنين عليها سيرتو في هاد الوقيته هادي، والانسان ديبريسي والمشاكل ديال المشاغل ديال الحياه ولات بزاف. يلا هالبنات انا نخليكم على فيديو، هاد الفيديو اللي جبت لكم البنات اليوم قبل ما ننسى فيها حويجات للبيع، فيها عبايات للبيع، عبايات زوينين من بتين انتم غادي تشوفون في الفيديو، فيها الجليبات اللي عندي للبيع والجليبات اللي طيحت فيهم في الثمن، وتوب مزيان، توب ديال الكريب والمليفه، انا كنخدم كنقول لكم غير الكريب والمليفه. زعما اللي بغات تختار من الفرصه وتاخذ شي جليبه، واخا ماشي ديال ماشي واخا حتى المليفه راه ديال البرد، مي الكريب شويه خفيف ماشي ديال البرد، ولكن انا بغيت نحيد عليا هاد لي موديل هادو اللي راكم عارفين كيدخلوا دي موديل اخرين، وعندي كوليكسيون اخرى كنوجدها، خاصني نحيد هاد الاولى هادي باش نوجد الثانيه ان شاء الله. يلا البنات خليكم على فيديو حتى الاخر، والبنات اللي ما تابوناوش عندي كنبغي نقول لكم مرحبا بكم، تابوناو باش يوصلكم اي حاجه جديده ديالتي الا كنتو انتريسي، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وهاد الفيديو تلقاكم بالخير والصحيحه والسلامه ان شاء الله.